أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات الفلسفة. هنكمل رحلتنا مع بعض، وزي ما ابتدينا واتكلمنا عن الفلسفة ورؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية والقضايا الأخلاقية المتعلقة بمجال الطب والتقدم التكنولوجي في مجال الطب. طبعا احنا النهاردة هنتكلم على جزء حيوي مهم جدا، الطالب نوع من أنواع خاص بالطب. هنتكلم على جزء خاص بالأحياء والثورة البيولوجية في ميدان الطب. ركز كده معايا، وزي ما تعودنا ورقة وقلم، وهنبدأ نكتب مع بعض ملاحظاتنا. معاكم النهاردة الأستاذة شيرين. اتعودنا مع بعض، ورقة وقلم، ركز معايا. هنشرح حاجات خاصة بالثورة البيولوجية وإزاي أثارت القضايا الأخلاقية والإشكاليات الأخلاقية اللي من خلالها ظهر الفلسفة وكان ليها دور مهم جدا في الأخلاق الطبية. ببساطة هنبدأ مع بعض، وعايزين نعرف أنا في نهاية الحلقة هستنتج إيه أو هصل إلى إيه. طبعا إحنا هنا في نهاية الحلقة هنستنتج المشكلات والقضايا الأخلاقية الناجمة عن الإنجاب الصناعي، وهنعرف إيه هي مشاكل الإنجاب الصناعي، وإيه ما هي القضايا اللي بتحويها هذه القضية أو الإشكاليات اللي بتحويها هذه القضية. هنتكلم ونحلل المشاكل والقضايا عن زرع الأعضاء وموت الدماغ والحالة النباتية، وده هنعرف، وكمان قدسية الحياة. هندلل بالأمثلة على المشكلات الأخلاقية الناجمة عن الثورة البيولوجية في ميدان الطب. هنبدأ مع بعض رحلتنا، وركز معايا كده، بنقول إيه؟ بنقول القضايا الفلسفية والأخلاقية الناجمة عن الثورة البيولوجية في ميدان الطب. عندنا الإنجاب الصناعي. الإنجاب الصناعي بيطرح مجموعة من التساؤلات، سواء اختلاط الأنساب، وهنعرف ليه، هوية الشخص، مشكلات قانونية متعددة. وإحنا قلنا إن البيوتيقة أو البيولوجية الطبية مش بس خاصة بالفلسفة، ده إحنا كمان الدين والقانون والمجتمع، وإحنا قلنا إن هو تداخل وتخصصات عديدة تتداخل مع بعضها لمناقشة هذه القضايا. نتيجة الإنجاب الصناعي، وهنعرف إيه هي الحالات اللي موجودة داخل الإنجاب الصناعي، أثارت اختلاط الأنساب، أثارت هوية الشخص ومجهول هوية الشخص والمشكلات القانونية. عندنا أول حاجة التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي إيه هو أصلا التلقيح الصناعي ده؟ التلقيح الصناعي ده تلقيح بيبقى داخلي، بيبقى يتم وضع الحيوان المنوي مجهول الهوية، بمعنى إن عندنا وجود طرف ثالث متبرع. إزاي؟ ممكن الرجل، أو عندنا مشكلة مع الزوج أو الزوجة، في مشكلة عند الزوج، فبيتم حقن الزوجة بحيوان منوي أو حيوان المنوي الذكوري مجهول الهوية من خلال بنك المني، ويتم تلقيحها داخل عنق الرحم، وبالتالي عندنا مشكلة في ان الطفل ده مجهول الهوية البيولوجية بالنسبة للأب. عندنا ظاهرة زي ظاهرة سينجل ماذر، ودي بقول لك انا بجيب لك أمثلة، ظاهرة زي سينجل ماذر ان هي تروح من خلال الحقن او التلقيح الاصطناعي، يتم تلقيحها عبر عنق الرحم بحيوان منوي، يتم تخصيبه داخليا مع البويضة، ويتم انجابها لطفل مجهول الهوية بالنسبة للأب البيولوجي. وبالتالي هنا احنا عندنا مشكلة اختلاط الأنساب. تاني بقول ايه هو التلقيح الصناعي؟ انا بيقول لي وجود طرف ثالث متبرع، وبيطرح مشكلة هوية الطفل. طب ايه هي عملية التلقيح الصناعي ده؟ عملية التلقيح الصناعي هو عملية تلقيح داخلي بيتم عبر عنق الرحم، وهو ادخال الحيوان المنوي، الحيوان المنوي من خلال الذكر او الرجل، ولكن هذا الحيوان المنوي بيتم اخذه من خلال بنوك هذا الحيوان المنوي مجهول الهوية، ما نعرفش مين صاحب هذا الحيوان المنوي، ويتم تلقيح هذه المرأة بهذا الحيوان المنوي عبر عنق الرحم داخليا، ويتم إنجابها طفل، هذا الطفل بنقول ماله مجهول الهوية بالنسبة للأب البيولوجي، أو عندنا زي ما قلنا مشكلة الزوج، ويتم تلقيح زوجته بحيوان منوي آخر أو طرف ثالث آخر غير معروف وغير مجهول، وبالتالي يتم من خلاله اختلاط الأنساب، لأن عنده أب بيولوجي مجهول الهوية، وهيبقى عنده كده أب اجتماعي ما نعرفش، هيبقى هنا في خلط في الأنساب. يبقى ده أول حاجة
التلقيح الصناعي، وده مشكلة أثارته وهو اختلاط الأنساب ووجود طرف ثالث متبرع مجهول الهوية، وبالتالي هذا الطفل هو مجهول الهوية البيولوجية، ليس الأب وهو الحيوان المنوي. قال لي كمان عندنا مشكلة تانية وهو الإخصاب خارج الرحم. إيه هو الإخصاب خارج الرحم؟ ركز كده معايا، دي عملية بنغير بيها طريقة الإنجاب الطبيعي. إحنا قلنا الإنجاب الطبيعي اللي هو بيتم عن طريق الزوج والزوجة وإنجابهم للطفل بطريقة طبيعية عندما خلقهم الله، عن طريق التزاوج وعن طريق الإنجاب الطبيعي. ولكن عملية التلقيح الصناعي الإخصاب خارج الرحم هو أخذ البويضة والحيوان المنوي خارجيا. ركز كده بقى معايا، احنا لو قلنا الزوج والزوجة، عندنا زوج وزوجة عندهم مشكلة في عملية الإنجاب الطبيعية، هيتم الإخصاب خارج الرحم، أو اكتب معايا كده الإخصاب خارج الرحم بيساوي كلمة أطفال الأنابيب. إيه أطفال الأنابيب أو إخصاب خارج الرحم ده؟ بياخد الحيوان المنوي من الزوج، بياخد البويضة من الزوجة، وبيتم وضعهم في أنبوب اختبار، وبيتم تخصيبهم درجة حرارة معينة. عند تم تخصيب البويضة أو نجاح هذا التخصيب، بيتم وضعه مرة أخرى في رحم المرأة أو الزوجة، وبيتم إنجابها هذا الطفل. المشكلة الأخلاقية في إيه؟ طب هو زوج وزوجة، المشكلة الأخلاقية عندنا ما يتعلق بوجود الأجن. عندما يتم تخصيب البويضة بالحيوان المنوي خارجيا، ركز معايا الفرق بين التلقيح الاصطناعي والإخصاب خارج الرحم. قلت لك التلقيح الصناعي احنا عندنا هوية الأب ما نعرفهاش. اتنين، بيتم تلقيح داخلي عبر عنق الرحم، يعني ده مش بيتم إخراج البويضة من الأنثى، لا ده هو بيتم وضع الحيوانات المنوية داخل عنق الرحم، وبالتالي هو إخصاب داخلي. أما الإخصاب خارج الرحم هو إخصاب خارجي، بناخد الحيوان المنوي للذكر والبويضة للأنثى، وبيتم وضعهم في المختبر في أنبوب. عشان كده بيقول لك اسمه إيه؟ الإخصاب خارج الرحم اسمه طفل الأنابيب. المشكلة عندنا إن هذا الإخصاب أو هذه البويضة المخصبة اللي هي اسمها الأمشاج أو النطفة، بيتم انقسامها قد يكون إلى عدة أجنة، وبالتالي هنا أنا عندي مشكلة مهمة جدا في، أنا عندي تغيير طرق الإنجاب طرح عنها مشكلة تانية وهي بنوك الأجنة. بنوك الأجنة دي جت منين؟ أنا لما بعمل إخصاب خارج الرحم، ركز معايا مهم جدا السؤال ده، لما بعمل إخصاب خارج الرحم بيتم هنا انقسام البويضة، قد يكون السيدة أو الزوج والزوجة لديهم توأمان، فبيتم إيه؟ بيتم الاحتفاظ بجنين يتم تجميده وفقا لبنوك الأجنة، تشيله فيما بعد، إن هي تختاره فيما بعد أو تاخده فيما بعد، ويتم إنجاب طفل. يمكن السنة اللي فاتت قرأت بعض الأخبار، كانت في الصين واحدة أعلنت إن ولادة توأم لها التوأم الثاني بعد 5 سنوات من ولادة التوأم الأول. إزاي؟ هو تم الاحتفاظ بهذا الجنين في بنوك الأجنة وهو بويضة مخصبة. لما أقول لك إيه بنوك الأجنة دي؟ هتقول لي بنوك الأجنة هي البويضة المخصبة. يعني إيه بويضة؟ يعني بويضة ملقحة تم تلقيحها بحيوان منوي، بحفظ فيها مين؟ هذه الأجنة. طب أنا عندي مشكلة، يبقى الإخصاب خارج الرحم هو تم عن طريق الأنبوب بين الحيوان المنوي والبويضة، بس في نفس الوقت طرح مشكلة، أنا ممكن زوج وزوجة يروح ويمضيهم على قرار بمدى التخلص من هذه الأجنة، مدى مشروعيته. أنا عندي أجنة فائضة، ممكن الزوج والزوجة يرفضوا إن هم يحتفظوا بالأجنة، وبالتالي المستشفى لها حق التصرف فيه، وبالتالي ده يعتبر التعرض، أو يعتبر إن أنا هنا بهين نوع من أنواع الكرامة الإنسانية وإهدار حق الإنسان في قدسية الحياة. يبقى أنا بتكلم على مشكلة أخلاقية موجودة، أنا بتكلم على مشكلات تتعلق بتغيير طرق الإنجاب، وأيضا حياة أجنة لها الحق في الحياة، وبالتالي استغلال مدى مشروعيتها، وإن إحنا ممكن ناخد هذه الأجنة ونعمل عليها إجراء تجارب، وبالتالي هنخش في مشكلة الجنين، هل ما هي المدة التي يحق لنا إجراء هذه التجارب على هذا الجنين؟ 14 يوم ولا 28 يوم؟ ومدى شعوره بالوعي؟ يبقى أنا بالتالي دخلت في مشكلة أخرى، يبقى أنا عندي قدسية الحياة، عندي كمان إهدار الكرامة الإنسانية. تاني، الناس اللي لسه داخلة معايا دلوقتي، بقول إحنا عندنا الإخصاب خارج الرحم،
بيتم عندنا هنا عن طريق اخراج الحيوان المنوي من الزوج والبويضه من الزوجه، وبيتم وضعهم في انبوب اختبار وبيتم تقصيبهم خارجيا وليس داخليا، ثم وضعهم بعد مره اخرى بعد تقصيبها الى الزوجه داخل الرحم وانجاب هذا الطفل. طب ايه اللي نتج المشكله اللي فيه؟ انا غيرت الانجاب هنا، طب ايه المشكله؟ المشكله في الاجنه اللي تم تقصيبها في المعم. قد يكون ان الزوج والزوجه فيما بعد هيتم انفصالهم عن بعض، على الرغم من هذا الانجاب تم انفصالهم، هم محتفظين ببعض الاجنه اللي موجوده في بنوك الاجنه. يبقى انا لو قلت لك الاقصاب خارج الرحم هنا هينتج عنه مين؟ عندنا مشكله ثانيه مرتبطه بيه، بنوك الاجنه. طب لو حصل طلاق بينهم وانفصال بينهم هما الاثنين، ما مصير هذه الاجنه اللي تم الاحتفاظ بها في بنك الاجنه؟ قد يعتقد البعض ان بنوك الاجنه لما تحتفظ بها عشان لما فيما بعد تحتاجها قد تكون موجوده بالنسبه لها. طب انا دلوقتي مش عايز الاجنه اللي موجوده دي، اعمل ايه؟ قال لك ممكن تتبرع بها للبحث العلمي. ده كمان عندنا مشكله تاني، احنا ممكن كمان الزوج والزوجه مش عايزين الجنين ده تاني، هم اتفقوا بجنين واحد مش عايزين الاجنه الباقيه، يتم التبرع بها لزوج وزوجه تانيين. يبقى انا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا اختلاط انساب، عندي مبدا الكرامه الانسانيه، عندي قدسيه الحياه، انا عندي مشاكل فلسفيه مهمه جدا. كرامة الإنسان حقه في الحياة، وهي من القيم الأساسية اللي موجودة في مبحث القيم في الفلسفة. يبقى بالتالي بنوك الأجنة هي وضع البويضات الملقحة اللي هي تم تلقيحها، اللي هي الأمشاك أو النطفة في هذه المؤسسة، بيتم تخزينها لحين استخدامها، أو يمضي الزوج والزوجة من خلال الإخصاب خارج الرحم على إقرار بعدم التزامهم او عدم اهتمامهم بالاجنه الفائضه، وبالتالي لهم حق التصرف سواء بالتبرع لزوج وزوجه اخرين او عندهم مشكله في عمليات الانجاب. وبالتالي كده بقى الطفل ده عنده كام اب وام؟ عنده اربعه، اثنين بيولوجيين واللي هتخلفه، وكمان هيبقوا اثنين اجتماعيين، يعني دي مشكله اصلا بقينا اربعه. قال لي كمان عندنا مشكله ان اهدار الكرامه الانسانيه وقدسيه الحياه. ازاي ان احنا عندنا جنين هو يعتبر إنسان، يعتبر كائن حي نفخت به الروح، نقوم بتقطيعه وتعرضه للأبحاث، وبالتالي بدأت تظهر المجادلات الأخلاقية والمشاكل الأخلاقية، والجدل الكبير أثار جدل مشاكل أخلاقية وقانونية لما هو أحقية استخدام هذه الأجنة وخصوصا في البحث العلمي أو استخدامها لأشخاص أخرى. طب بنوك المني مؤسسة بيتم تخزين فيها الحيوانات المنوية عشان ايه؟ زي ما قلت لك من شويه احنا خدنا التلقيح الصناعي، قلنا خدنا ايه؟ حيوانات منويه مجهوله الهويه. طب هي جابتها منين الحيوانات المنويه المجهوله الهويه؟ قال لي بيتم الاحتفاظ بيها في بنوك المني. يبقى انا هنا لو انت خدت بالك انا اتكلمت عن اربع قضايا مرتبطين ببعض. بنقول التلقيح الصناعي، ركز كده معايا هراجع معاك، قلنا التلقيح الصناعي وهو وجود طرف ثالث متبرع بالمني. طب المني ده جبناه منين؟ ركز معايا، انا قلت لك منين دلوقتي؟ ها، من بنوك المني. بنوك المني مؤسسه بيتم تخزين فيها مين؟ الحيوان المنوي. وبالتالي كده قال لك لجأوا الى بنوك العباقره. ما معنى بنوك العباقره؟ بيلجأ العالم الاوروبي الى الاحتفاظ بمن يمتلك صفات وراثيه ممتازه، الى الاحتفاظ بهذه الحيوانات المنويه لتحسين السلاله البشريه، لتحسين النسل، وإنتاج أشخاص يتميزون بصفات وراثية عالية. يبقى أنا كمان دخلت في مشكلة أخرى موجودة من خلال بنوك المني. يبقى بنوك المني الإتجار في جسم الإنسان، وهو أحد عناصر جسم الإنسان، ويتم بيعه في هذه البنوك، وأيضا عملية تحسين النسل وتحسين الجنس البشري من خلال بنوك العباقرة، وإن إحنا بناخد الحيوانات المنوية من الأشخاص اللي بيتميزوا بصفات وراثية عالية زي الذكاء، زي القدرات الجسمانية، وبالتالي هنعمل بعد كده أطفال ذات خصائص أو تصميمات متميزة وفريدة من خلال هذه البنوك. أيضا بنوك الأجنة، قلنا جت منين بنوك الأجنة؟ نتيجة الفائض اللي موجود ناتج عن نتيجة الإخصاب خارج الرحم. وهو إيه هو الإخصاب خارج الرحم؟ قلت لك اكتب جنبه بتساوي أطفال الأنابيب. إيه هي أطفال الأنابيب؟ بقول لك هو تلقيح خارجي وليس داخلي، إخصاب خارجي، بيتم أخذ الحيوان المنوي
مع البويضة ويتم وضعهم في المختبر ثم وضعهم مرة أخرى في الزوجة، ولكن هذا التخصيب قد ينتج عنه أكثر من جنين، وبالتالي مدى مشروعية التحكم في هذا الأجين ننزل على بنوك الأجنة. طب بنوك الأجنة لما نحط هذا الجنين الاحتفاظ بيه، طب لو أنا مش عايز أحتفظ بيه وأديه للأبحاث، يبقى أنا كده اتأثرت بحاجة اسمها قيمة الحياة، كرامة الإنسان وإهدار كرامة الإنسان وقدسية الحياة، لأني أنا كده اديت هذا الجنين وهذا الروح، وبالتالي لا يمكن أو بالنظر إليه مش كأنه كائن حي أو جنين، ولكنه كبضاعة تباع وتشترى ويمكن لهم الحق في التصرف فيها أو إعطائها لأب وأم تانيين، وبالتالي إحنا كده بيتعارض مع الكرامة الإنسانية، بيتعارض يا جماعة مع قيمة الحياة وقدسية الحياة. هذا التقدم العلمي، هذا التقدم التكنولوجي في مجال الطب سلاح ذو حدين. إذا كان يجد العلماء إن هذا حل مشاكل عملية الإنجاب وعملية العقد، ولكنه أثار مشاكل أخلاقية وقانونية شتى أو كثيرة جدا. لو إحنا بصينا لمدى اللي وصلنا له وهذه المشاكل الأخلاقية، وإن إزاي إن إحنا نبيع الأجنة ونقول هنشتري أجنة ونبيع أجنة، وإزاي نعمل عليهم إجراء تجارب، وهل قيمة الحياة والحياة لها قدسية، وإزاي نعمل إجراء تجارب ونقطع في أجنة حية، قد البعض وحصل إثارة وجدل كبير في هذه الأجنة، هل الأجنة ديت مدى تكوين الجهاز الوعي أو العصبي بتاعها هل 14 يوم 28 يوم، وهل الأجنة ديت هل تكتمل أو لا تكتمل، كل دي مشكلة خاصة ببنوك الأجنة ناتجة عن الإخصاب خارج الرحم. أيضا عندي مشكلة استئجار الأرحام، وده استهانة بالأمومة. ما معنى استئجار الأرحام؟ يعني عندنا زوج وزوجته، الزوجة دي مش عايزة تخلف، مش عايزة تخلف ازاي يعني؟ مش عايزة تعيش مشقة الحمل وتعب الحمل والدنيا دي كلها، فعايزة تعمل ايه؟ هتدور على الأم البديلة، وركز معايا المسمى ده، الأم البديلة. ما معنى الأم البديلة؟ الأم البديلة دي ان احنا عندنا هنجيب واحدة هنتفق معاها مقابل مبلغ من المال هتشيل الطفل ده عندها لمدة 9 شهور ويتم إنجاب هذا الطفل. يعني وصلت للدرجة دي؟ هو قالك الأطباء لما وصلوا لاستئجار الأرحام قالك عن طريق إن الأم لو عندها مشكلة في الرحم أو الرحم طفولي أو عندها مشكلة أو عندها مثلا كانسر ومش هتقدر تنجب تاني، فبناخد الحيوان المنوي والبويضة ويتم تخصيبهم ونحطهم في وضع الأم البديلة. الأم البديلة دي بتحمل هذا الطفل وبيتم إنجاب هذا الطفل، ولكن للأسف هذه المشكلة مش من ناحية إنسانية ولا من ناحية، ولكن أثارت مشكلة أخلاقية. إيه هي المشكلة الأخلاقية؟ إن إحنا دلوقتي بنسمع بعض عارضات الأزياء وبعض الأشخاص بيعلنوا عن الأم البديلة وبتتكلم بكل فخر إن طفلها ده ناتج عن الأم البديلة. طبعا احنا هنا عندنا ان الام لما بتحمل بتشعر بجنينها والجنين بيسمع صوت قلبها، وده مدى الامومه، دي وظيفه الامومه، وان الطفل لما بيتولد بيعرف والدته من خلال ضربات القلب اللي هو كان بيسمعها وهو موجود معاها، ولكن احنا طبعا امتهنا او استهنا بوظيفه هذه الامومه، واصبحت ان من خلال عقد بنكتب ونقول له احنا هنشيل عندك الجنين لمده 9 شهور ثم تضع هذا الجنين، بنكمل لها المبلغ المالي وبعد كده شكرا على كده وانتهى. طبعا احنا في هنا ابتزاز مادي بيتعرض للزوجين، وتتخيل بقى لو عندنا طفل ده طلع معاق او طلع عنده مشكله، هل الام اللي خدته او الام اللي هي تم تلقيح البويضه مع الزوج بتاعها هل هترضى تاخده؟ هي ممكن اصلا ترفضه، اهمال اصلا نتيجه اصابته، هي مش عايزاه، هي كده رفضته، هي عايزه كان الطفل سليم، هي اصلا رفضت معاناته ومشقه الحمل والولاده، وكمان هي مش هتاخد طفل اصلا غير رغبه فيه، وبالتالي ساعات بترفض، وبالتالي ما هو موقف هذا الجنين؟ ماذا هذا الطفل الرضيع؟ ما هو موقفه؟ يبقى انا عندي مشاكل اخلاقيه، مشاكل اخلاقيه نتيجتها مين؟ الثوره البيولوجيه، ثوره بيولوجيه، قضايا أخلاقية، اختلاط إنساب، قدسية الحياة، كرامة الإنسان، الاستهانة بالأمومة والاستهانة بالأم والحاضنة والطفل والجنين وشعوره بالأم، كل ده أدى إلى انتهائه أو انتهاكه نتيجة الثورة البيولوجية. يبقى إحنا عندنا قلنا الإنجاب الاصطناعي يحمل بداخله 5 مشاكل.
أول مشكلة قلنا التلقيح الصناعي، وجود طرف ثالث متبرع مجهول الهوية، ما نعرفش الطفل اللي هيتولد ده هو أبوه مين أصلاً، مجهول الهوية البيولوجية. عندنا قلنا كمان الإخصاب خارج الرحم، قلنا بتسوي إيه؟ أطفال الأنابيب، وهو أخذ البويضة والحيوي المنوي، وده إخصابهم خارجياً. لكن التلقيح الصناعي قلنا إيه؟ إخصاب داخلي، يتم وضع الحيوان المنوي المجهول داخل عنق الرحم. لكن الإخصاب خارج الرحم أخذ البويضة والحيوان المنوي، ويتم وضعهم في المختبر ثم وضعهم مرة أخرى في الزوجة، وبالتالي نتج عنه إن هنا عندنا أجنة فائضة وانقسام هذه الأجنة، التي تحولت هذه الأجنة إلى إيه؟ بويضة ملقحة أو أمشاج أو نطفة، وبالتالي عندنا مدى مشروعية التخلص منها، وعندنا إزاي نتخلص من الأجنة الفائضة. تلجأهم للأبحاث أو التبرع بأشخاص تانية، وبالتالي هنا استهانة بكرامة الإنسان وقدسية الحياة. وهنا عرضنا لما نيجي نقول إن الأب والأم لما يمضوا إقرار على إن هم مش محتاجين الأجنة الفائضة، ده بيوصل قضية قيمة الحياة، قيمة الحياة وقدسية الحياة، والحياة لها قدسية، لا يمكن الإنسان يتجرأ على هذه القدسية. أيضا عندنا قلنا بنوك المني، وقلنا إن الحيوانات المنوية الذكورية مؤسسة بيضع فيها الحيوانات المنوية الذكورية، وعندنا مشكلة فيها اللي هي بيتم من خلالها مين؟ التلقيح الصناعي. وأيضا كعامل أساسي تاني هو إيه؟ بنوك العباقرة، الذي يؤدي إلى مين؟ تحسين النسل. يبقى أنا عندي هنا بدأت يبقى في عنصرية من حيث تحسين النسل، لأن أنا عايز أنجب أطفال متميزين، بيتم تلقيح المرأة من خلال حيوانات منوية مجهولة الهوية تتميز بصفات وراثية عليها، مما ينتج عنه أطفال متميزين، وبالتالي يؤدي إلى تحسين النسل والتحكم في السلالة البشرية. أيضا عندنا استئجار الأرحام، وقلت لك إن إحنا هناخد مين؟ عندنا إيه جنبينا؟ قلت لك اكتب معايا استئجار الأرحام سوي مين؟ الأم البديلة، الأم البديلة مقابل مبلغ من المال بيتم استئجار هذه الأم، ووضع الجنين من خلال الأم تعاني من المشقة والولادة، ثم إنجاب هذا الطفل وإرجاعه مرة أخرى إلى الأب والأم، وبالتالي استهانة بالأمومة. طب الطفل ده لو كان مشوه، يبقى نتيجة هنا في عندنا إهمال الأم الحاضنة أو الأم الاجتماعية، ورفضها استلام هذا الجنين أو هذا الطفل بعد ولادته. دي مشاكل أخلاقية خاصة بالثورة البيولوجية. عندنا كمان في ميدان الطب زراعة الأعضاء. زراعة الأعضاء طبعا إحنا عندنا المانحين وعندنا المستفيدين. طبعا زراعة الأعضاء دي إحنا عندنا بنسمع عن زرع قرنية، زرع كبد، زرع كلى. طبعا إحنا عندنا زراعة الأعضاء، هتقول لي هي دي حاجة كويسة، بدل ما الإنسان يموت يقدر يستفاد ويقدر يعيش للحياة مرة أخرى. ماشي، أنا معاك إن هي في حاجة إيجابية، بس خلي بالك إحنا عندنا في زراعة الأعضاء عندنا مشكلة قلة الأعضاء وندرة زراعة الأعضاء نفسها، وبالتالي بيعانوا من نقص الأعضاء. فبالتالي يلاقي بقى استغلال الفقراء. إزاي؟ أنا ممكن أروح أستغل الفقير إن هو يروح يبيع كليته مقابل مبلغ من المال عشان يقدر يصرف على العيال. يبقى أنا عندي استغلال، عندي انتهاك الكرامة الإنسانية وانتهاك قيمة الحياة. إزاي؟ الجثث والموتى والكلام ده كله بيتم، هناخد دلوقتي قضايا بيتم استعجالهم واستعجال موتهم عشان أخذ الأعضاء منيهم، إلى جانب إن إحنا سمعنا عن حالات كتير خطف أعضاء وخطف ناس اختفوا وتم تفريغهم من القرنية. يبقى هنا تجارة الأعضاء، يبقى زراعة الأعضاء زراعة مشكلة متعلقة بالمانحين والمستفيدين، والمفروض إن المانح اللي هيمنح عضو ده بيبقى نتيجة التبرع أو بالإصرار نتيجة حاجة خيرية بيعملها نتيجة إنقاذ شخص آخر من الموت، ولكن للأسف استغلت أسوأ استغلال، استغلال الفقراء، استغلال الحالة الاقتصادية، استغلال البشر أنفسهم. أصبح الإنسان كسلعة يباع ويشترى، يستفاد به من القرنية ويتم تفريغه من أعضاء جسم الإنسان. ومن يقوم بهذا هو الطبيب، هم الأطباء، الحلف اليمين إن هو يحافظ على المرضى ويحافظ ويعالج العدو قبل الصديق، ولكن للأسف وجد من خلاله تجارة رابحة وخسارة لكرامة الإنسان ومبدأ وحياة الإنسان. الإنسان بقى سلعة يباع ويشترى، يستغل الإنسان، يستغل حالته الاقتصادية، يستغل الفقر. أيضا بدأنا في إن الإنسان أصبح كنز لبعض الناس من خلال استغلال أعضائه،
وبالتالي حتى الجثث والموتى بدأنا نستغل هذه ويتم سرقة هذه الأعضاء. كمان عندنا مشاكل ظهرت في المستشفيات موجودة في العالم ككل، وهو إن الطبيب يبلغ المريض أو يقوم عند إجراء عملية يكتشف بعد ذلك أن هذا المريض ناقص خلية فيما بعد ويعاني من مشاكل في الكلى، هو ما يعرفش أصلا، ولكن يفوجأ إن هو تم سرقته وأثناء إجراءه عملية أخرى. يبقى بالتالي أنا عندي مشاكل أخلاقية ظهرت من خلال زرع الأعضاء. إذا كانت زرع الأعضاء هي الأمل للمرضى اللي بيموتوا وإن إحنا نمنحهم الحياة، ولكن أيضا هي إماتة للكرامة الإنسانية وحاجة الإنسان وأيضا قدسية الحياة. أيضا عندنا مشكلة موت الدماغ. موت الدماغ من المشاكل اللي بيطرحها وهو التوقف لمعيار الموت. طب أنا عايز أعرف إيه هي موت الدماغ دي؟ طبعا موت الدماغ هو بالمفهوم الطبي نهاية الحياة الإنسانية الواعية المدركة تمام. ده بيبقى تليف كامل في خلايا المخ بيتوقف عنها نشاط القلب والأنشطة اللي موجودة والتنفس. هنا عندنا مشكلة في موت الدماغ. إيه اللي ربط مشكلة موت الدماغ؟ موت الدماغ ارتبطت بزراعة الأعضاء. هتقولي طب إزاي؟ طب ما أنت زراعة الأعضاء من الاستغلال، قلت لك كمان موت الدماغ. موت الدماغ الأطباء حتى الآن لم يتم تحديده أو لم يتم الإجماع على لحظة الموت القلبي أو إن الشخص ده خلاص مات لا رجعة فيه، ولكن للأسف هو التبرع بيتم بعد تحديد الوفاة من خلال الدورة الدموية، ولكن من خلال الدورة الدموية دوت هو بيحصل إن بيثبت موت المخ خالص نتيجة إيه؟ توقف الدورة الدموية عن شرايين المخ مباشرة، وإن بيتوقف من خلال التحول الغذائي والمراكز العصبية، يعني المركز العصبي والواعي عندما ينتهي خلاص يعلن وفاة هذا الشخص لا رجع فيه وإنه لا قابل للإصلاح ولا يمكن إرجاعه، وبالتالي هنا يعلن عن وفاة هذا الشخص. ولكن هنا بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك قد يستعجل الأطباء. ليه بقى؟ في موت الدماغ هو نقص في الأكسجين، الحرمان من الأكسجين ده قد يتآذى الأجزاء اللي موجودة في جسم الإنسان اللي هي الأجهزة اللي هي الأعضاء نتيجة الحرمان، فالأطباء بيستعجلوا، ركز بقى معايا كده، تدني المستوى للرعاية الصحية واستعجالهم في إعلان وفاة هذا الشخص لاستخدام الأعضاء بتاعته اللي زرعتها لأشخاص أخرى. يعني إيه؟ يعني أنا هنا عندي بقول لك تليف كامل في أجزاء خلايا المخ لا يستطيع الشخص القدرة على التنفس والدورة الدموية بطريقة طبيعية، وعلى الرغم من ذلك أعلنوا الأطباء أن موت الدماغ يعلم من خلال التليف الكامل للخلايا العصبية والواعية للإنسان ويعتبر التي لا رجعة فيه، ولكن حتى الآن لا يوجد إجماع على لحظة حدوث هذا الموت. وبالتالي هنا أنا عندي مشكلة أخلاقية نتيجة نقص إمداد الأجهزة، فكل الأشخاص المصابون بالموت الدماغي قد يتسبب نتيجة هذا إن هو استرجاعهم أو استعجال الأطباء في نزع الوسائل الاصطناعية عن هؤلاء الأشخاص للاستفادة من الأعضاء بتاعتهم، لأن نتيجة تأخرهم كل مادة بتأخره نتيجة نقص هذا الأكسجين يؤدي إلى هلاك أو ضرر الأعضاء اللي موجودة، وبالتالي لا يمكن استخدامها. إن إحنا عندنا تدني مستوى الرعاية الصحية وده غير كافي طبعا لتجنب ضرر الأعضاء. يبقى احنا عندنا مشكلة تانية وهو موت الدماغ مرتبط أيضا يا أولاد بمين؟ بزرع الأعضاء. عندنا كمان مشكلة تالتة، ركز كده معايا في الصورة دي، هتلاقي عندك مين؟ الحالة النباتية، شخص كده فتح عينه. طب هو فتح عينه كده ماله ده؟ مال الشخص ده؟ قال لي الشخص ده لو انت بصيت معايا كده هو مفتح عينه، حالة نباتية. الحالة النباتية دي ليه سميناها حالة نباتية؟ هي تميز حالة السكون. لما اجي اقول لك غيبوبه طويله الامد قصيره الامد، طبعا احنا عندنا حاله نباتيه. الحاله النباتيه اللي موجوده دي بتبقى عباره عن شخص، الشخص دوت بيبقى كان نبات ما بيظهرش اي ادراك للذات او اي حاجه، ما بيستطيعش ان هو يتفاعل مع الاخرين، هو فاتح عينه زي ما انت شايف كده، بيغيب عنه الفهم، التعبير اللغوي ما بيعرفش يتكلم، بيدي استجابات عكسيه، يفتح عينه استجابات، ممكن يفتح عينه هو فاقد الوعي ولكن زي ما انت شايف كده يفتح عينه انعكاسات، ممكن يضحك يكشر يحرك ايده. لكن في حاجه مهمه، ايه الفرق بين الحاله النباتيه وموت الدماغ؟ احنا قلت لك موت الدماغ تليف كامل في خلايا المخ، لكن
الحالة النباتية هو تليف جزئي، جزء في مين؟ في عملية الإدراك الوعية الموجودة، ولكن التنفس وضربات القلب والدورة الدموية شغالة. أمال بيعيش على إيه؟ بيعيش على أنبوب الأغذية، تغذية بس فقط لا غير، هو اللي بيتم من خلاله مع الرعاية الطبية السليمة. طبعا الناس اللي لسه داخلة معايا بقول الحالة النباتية، لو احنا قلنا مثلا عندنا تيرا شيفو من الحالات الموجوده كانت حاله نباتيه حصل لها في ولايه فلوريديا في امريكا، حصل لها ان حصل لها نوع من انواع الغيبوبه او الاغماء نتيجه هذا الاغماء، ما حصلهاش انعاش في نفس الوقت او في نفس اللحظه انعاش رئوي او انعاش قلبي، ادى الى غيبوبه. هذه الغيبوبه نتيجه نقص الاكسجين، وبالتالي هذه الغيبوبه استمرت بعد ذلك. هذه الغيبوبة لما استمرت قعدت في حالة هذه الغيبوبة لمدة 15 سنة، تم فصل أنبوب التغذية عنها. طبعا هنا هي ما ماتتش لوحدها، مين اللي حصل؟ هو اللي حصل كالآتي، إن تم فصل أنبوبة التغذية عنها. هنا أثارت مشاكل أخلاقية وقانونية كبيرة. إيه بقى؟ المساعدة أو الموت الرحيم، قتل الرحيم، القتل الرحيم اللي هي المساعدة على الموت. هما كده تم نزع الوسائل الداعمه للحياه عندها. في ايه الداعمه للحياه؟ اللي هي انبوبه الغذاء، هي ما بتتنفس طبيعي زي ما انت شايف الصوره، هو فاتح عينه ما حطلوش اي اجهزه تنفس، ضربات القلب بتشتغل لوحدها، ما عندوش اي جهاز تنفس، ولكن هو بيقوم بتغذيته عن طريق انبوب التغذيه. لما بيتم خلاص هذا الفصل، لو قلنا جت هذه وطلبوا فصل هذه او موتها على الرغم ان هي لسه ما ماتتش، فطلبوا ان نفصل عنها مين؟ انبوبه الغذاء اللي بتغذيها والرعايه الطبيه. هتبدا تعمل ايه؟ خلاص هتبدا تموت. ايه اللي حصل هنا؟ بقى عندنا مشكله اخلاقيه. احنا هنا حياه شخص، احنا هنا حياه شخص. يبقى هنا الحاله النباتيه عندنا بنقول بيستيقظ فاتح عينيه، لكن هو مش واعي ومدرك. على فكره ضربات القلب شغال، بيتغير من الجهه الجسميه، ولكن عندنا بنقول غير واعي، غير مدرك، غير مدرك لما حواليه والبيئه اللي حواليه. هنا بيبقى يفتح عينه، ممكن ادماع العين، ممكن ابتسامه، قلت عندنا، لكن مفيش التفكير، مفيش العقل، مفيش الوعي، مش مدرك بما هو موجود حواليه. كل حياته ان بيعيش على الانبوبه الغذائيه، ولكن طبعا بيبقى بيحاولوا ان يبقى في رعايه طبيه نتيجه قرح الفراش والمده الطويله اللي بيبقى موجود عليها. وكمان عندنا مثلا زي تيبس الاطراف، فطبعا بيعملوا له زي علاجات طبيعيه على اساس ان هو تمارين طبيعيه على اساس لا يحدث تيبس لهذه الاطراف اذا استيقظ فيما بعد. طب عندنا نوعين من الحاله النباتيه، حاله نباتيه مستمره وحاله دائمه. المستمره بتبقى اكتر من 4 اسابيع، والدائمه بتبقى اكتر من 6 شهور، وقد تاخذ سنوات. للاسف احنا ممكن نقول ان هي بتاخد سنوات، في بعض الناس بتقعد بالسنوات في هذه الحاله النباتيه وهذا السكون بهذه الطريقه، ولكن الاثار الاخلاقيه او الاثاره الاخلاقيه في ايه؟ ان استعجال الاهالي في منع الانبوبه الغذائيه لهذا الشخص، وبالتالي اعلان وفاته، وبالتالي ده اثاره اخلاقيه وقانونيه وقدسية الحياة وكرامة الإنسان، لأن زي ما أنت شايف هو بيتنفس طبيعي، ولكن منعه من هذه الأنبوبة الغذائية التي يتغذى فيها وعدم تقديم الرعاية الصحية له أو الرعاية الطبية بيؤدي إلى وفاته. ولكن على الرغم من أن الحالة النباتية قد يتوفى لوحده بعد فترة، ولكن على الرغم من ذلك استعجال هذا النوع، على الرغم أن قد تحصل معجزات، يعني في مجال الطب في قصص حقيقيه كتيره بتحدث من خلال المعجزات. الانسان فعلا يعني لا يستطيع عقل الانسان ان يصل لهذه المعجزات، ولكن قد يفوق شخص بعد فتره من الغيبوبه على الرغم من تقدم المجال الطبي، ولكن هذه الحاله النباتيه قد يكون بعض الاشخاص يقوموا بالاستيقاظ، وده حاجة من عند ربنا وبتحصل لها عبارة عن معجزات كبرى موجودة نتيجة القشرة الدماغية، على الرغم ان هي تآزف، ولكن نتيجة الرعاية الطبية السليمة والتغذية والاهتمام بالمريض قد تحدث هذه المعجزة الكبرى التي لا دخل الإنسان فيها، وده سر من أسرار الله بالنسبة للإنسان. ولكن مشكلتنا الأخلاقية في إيه؟
اني بيستعجلوا في نزع زي ما قلنا تيراشيفتو ديت من الاشخاص اللي تم المنع منها الانبوبه الغذائيه وبالتالي اعلان وفاتها، هنا اثارت جدل اخلاقي فلسفي كبير. طيب عندنا كمان قضيه اخرى من القضايا وهي قيمه الحياه. لسه كنا قايلينها، قيمه الحياه في ايه؟ هل الحياه قدسيه؟ هل من حق الحياه حق من حقوق الانسان؟ ما نوعيه الحياه اللي احنا بنقدرها؟ هل الحياه اشكالها؟ ايه اللي بيتم نوعيه الحياه فيها؟ طبعا انا زي ما قلت لك من شويه، اجراء التجارب على الاجنه المشوهه وده تقدير للحياه المفروض يستلزم موافقه مستنيره، موافقه واعيه، ودي هنكملها في الحلقات الجايه لان ده انتهاك للكرامه الانسانيه وقدسيه الحياه. احنا عندنا هنا كان النهارده مشاكل حيويه كلها بتخص بمجال الطب ولكنها كلها اثارت وفق دراسات او مشاكل اخلاقيه. لو انا قلت لك ايه المشاكل الاخلاقيه؟ قدسيه الحياه، انتهاك الكرامه الانسانيه، حق الانسان في الحياه، استخدام الانسان واستغلاله كماده او كصناعه يمكن استغلاله من خلال هذا ليس له الحق والملكيه في استخدام جسده، كلها مشاكل اخلاقيه. الى جانب عندنا قلنا مشاكل الثوره والانجاب والتلقيح الصناعي ووجود طرف ثالث متبرع واختلاط الانساب والامتهان بالامومه والابتزاز المادي واهمال هذه الاطفال، تحسين النسل، قلنا عندنا قدسيه الحياه وكمان تغيير الطبيعه الانجابيه. هنبدا مع بعض مجموعه من الاسئله وركز معايا. لقد اصبح جسم الانسان وجثته مصدرا للانسجه والمنتجات البشريه بحيث اصبح من مصلحه الغير ان يكتسب حقوقا على تلك الانسجه والمنتجات. نستخلص من العبارة السابقة إحدى القضايا الفلسفية الناجمة عن التقدم في مجال الطب، يقول لك إن الإنسان جسمته كده الأنسجة بتاعته والمنتجات بتاعته والأعضاء بتاعته أصبحت لملك الغير. فاكر أنا قلت لك إيه هي الملك الغير؟ إن إحنا نقدر إيه؟ نستغلها. هنستغلها في إيه؟ هنستغلها في إيه جسم الإنسان وأعضاء؟ تمام، برافو. مشكلة زرع الأعضاء يا أولاد، زرعت الأعضاء. إحنا قلنا إن يتم الإتجار بالبشر واستغلال البشر واستغلال فقرهم والحالة الاقتصادية وسرقة الأعضاء، كل يا جماعة مشاكل أخلاقية ظهرت نتيجة معرفتنا مين بزرع الأعضاء. كمان عندنا ناخد سؤال تاني، بنقول التلقيح، بيقول لي هنا يتم على الحصول على مني الرجل ثم يتم الجمع بينه وبين البويضة في أنبوب زجاجي ويقوم الطبيب بإعادة زرع الجنين الذي بدأ يتشكل في رحم المرأة لاستكمال مراحل الحمل الطبيعي. يمثل ما سبق إحدى قضايا الثورة البيولوجية وهي، بص معايا لو خدت بالك، أنا بقول الحصول على مني الرجل ثم يتم الجمع بينه وبين البويضة في أنبوب زجاجي. أنا قلت لك الزوج والزوجة، تمام، هو مش موضح هنا في السؤال الزوج والزوجة، لكن إحنا هنعمل إيه؟ بقول لك أنبوب زجاجي. أنا قلت لك أول ما نقول كده أنبوب زجاجي يعني إيه؟ أطفال الأنابيب. يعني إيه؟ يعني إخصاب خارج الرحم. ركز معايا، بيتم الحصول على الحيوان المنوي من الرجل اللي هو الزوج ويتم جمعه بين البويضة. البويضة دي جبناها منين؟ من الزوجة، يبقى إحنا خدناهم خارجيا ووضعهم في أنبوب زجاجي. بعد ما يتم عملية التخصيب خارجيا وهي هتبقى بويضة ملقحة، هيتحول إلى جنين، نطفة، أمشاج، هنعمل إيه بيه؟ هيتم إعادة هذا وزرع الجنين مرة أخرى وإدخاله فين؟ في رحم الزوجة لاستكمال عملية الحمل الطبيعية. ولكن طبعا زي ما احنا قلنا من شوية إن احنا عندنا الجمع بينهم دولت إخصاب خارج الرحم هو يسمى بأطفال الأنابيب، يبقى هنا إخصاب خارج الرحم. لكن التلقيح الصناعي قلنا إيه؟ قلت لك التلقيح الصناعي تلقيح داخلي بيتم وضع عنق الرحم وبالتالي هنا وجود طرف ثالث متبرع. استئجار الارحام قلت لك الام البديله بنوك الاجنه، قلنا البويضه الملقحه او الامشاج او النطفه، تمام، ركز معايا كده، عندنا مشكله في بنوك الاجنه ممكن نتبرع بيهم لاشخاص ثانيه، ممكن نستخدمهم في عمليات البحث واجراء الابحاث عليهم وبالتالي انتهاك الكرامه الانسانيه وقدسيه الحياه. تمام، يبقى هنا هيتعارض مع مين؟ هيتعارض ايضا مع قيمه الحياه. مؤسسه يتم فيها جمع وتخزين الحيوانات المنويه البشريه من المتبرعين وذلك لاستخدامها بواسطه النساء الذين يحتاجون الحمل. قلت لك انا فاكر كده معايا في الانجاب الاصطناعي في التلقيح الصناعي قلت لك هنعمل ايه؟ وجود طرف ثالث متبرع ما نعرفش مين هويته، حيوان منوي مجهول ما نعرفش مين هويته، جبناه منين؟
تمام، بص كده معايا، جبناه من المؤسسة اللي بيتم فيها جمع وتخزين الحيوانات المنوية البشرية لحين استخدامها للنساء. كده عندنا اختلاط أنساب يا جماعة، نركز في الحتة دي، احنا عندنا مشكلة أخلاقية. هتقولي فين المشكلة الأخلاقية في كده؟ هقول لك، لذلك لاستخدامها بواسطة النساء الذين يحتاجون الحمل. طب يعني أنا كده هجيب أي حيوان منوي يتم وضعه لسيدة ويتم إنجابها طفل مجهول الهوية يا جماعة؟ يبقى أنا عندي مشكلة أخلاقية موجودة هنا. طب المشكلة الأخلاقية دي عندنا فين المؤسسة دي؟ بيتم فين المؤسسة دي؟ بيحطوا فيها الحيوان المنوي دي، اسمها إيه المؤسسة دي اللي بيحطوا فيها الحيوان المنوي؟ تمام، بنوك المنوي، لأن بنوك المنوي هتؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن هيتم وضع وحقن امرأة مجهول الهوية بحيوان مجهول الهوية، حيوان منوي مجهول الهوية، ويتم إنجاب طفل غير معروف الهوية البيولوجية بالنسبة للأب. طب أنا جبت منين وحصلت منين على المشكلة دي؟ من بنوك المنوي، إلى جانب استغلال جسم الإنسان وأعضاء جسم الإنسان، مؤسسة يتم فيها تخزين الحيوانات المنوية البشرية. من خلال مين؟ متبرعين، من خلال البيع، من خلال استغلال البشر، وبالتالي لاستخدامها بواسطة النساء الذين يحتاجون الحمل. طبعا عندنا كمان سؤال بعدي، هو تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه، مما يجعل الشخص غير قادر على العمليات الحيوية، يعني ولا قادر يتنفس، ولا ضربات القلب بتاعته شغالة، ولا الدورة الدموية بتاعته شغالة. طب ايه اللي حصل هنا؟ احنا اللي عندنا خدناه وقلنا ان تلف دائم في الدماغ ووظائف الدماغ بيجعل الانسان غير قادر، وطبعا هنا عمليات الحيويه وايقاف العمليات الحيويه قلت لك احنا عندنا مشكله اخلاقيه فيها، ان الاطباء حتى الان لم يجمعوا على حالات الوفاه التي تسمى بمين؟ بموت الدماغ. المشكله ان لما بيتم التوقف يتم استعجال الاطباء لنزع الوسائل الاصطناعيه هؤلاء لاستغلال هذه الاجزاء او هذه الجثث واعضائها لزراعه اعضاء اخرى لناس اخرى، وبالتالي تدني المستوى الصحي بالنسبه للبشر. طيب عندنا سؤال ثاني، هو تلف الخلايا العصبيه في قشره المخ مما يؤدي الى توقف المراكز العليا للنشاط الدماغي المسؤول عن الوعي والادراك والحركه، ولكن الوظائف الحيويه الخاصه بالتنفس وخفقان القلب وضغط الدم سليمة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرار بفصل أنبوب التغذية عنه. هو حدث له تليف في جزء من الخلايا العصبية الموجودة في قشرة المخ، وقفت المراكز الأنشطة الدماغية الحية اللي هو الوعي والإدراك والحركة، اللي هي خاصة بالوعي، وعي وإدراك وحركة، تمام؟ ولكن الوظائف الحيوية، هو بيتنفس وعنده خفقان للقلب وعنده ضغط دم سليم، ولكن على الرغم من ذلك بيتم اتخاذ قرار بفصل انبوب التغذيه عنه، عشان يعمل ايه؟ عشان نموت، عشان يعمل ايه؟ عشان نستعجل برضه وناخده لزراعه الاعضاء، وده اثار مشاكل اخلاقيه، سواء لزراعه الاعضاء او كمان يا جماعه قيمه الحياه وقدسيه الحياه، لان انا كده ساعدته على ايه؟ اللي هو قتل الرحيم. القتل الرحيم، بعض زي ما قلنا تيره وبعض الاشخاص تم نزع منهم أنبوبة التغذية على الرغم من القلب شغال والتنفس شغال، الدورة الدموية شغالة، ولكن تم منهم فصل أنبوبة التغذية لموتهم، وبالتالي أنا هنا بموت شخص نتيجة، على الرغم من هو حالة نباتية، على الرغم أن الطب يثبت أن هناك حالات من خلال الرعاية الطبية ومن خلال الاهتمام بها وأنبوبة التغذية قد تحدث المعجزات وحالات أخرى قامت وفاقت، ولكن لا يستطيع الطب تحديد ما هو من إفاقة، ولكن حالات أثبتت وقامت بعد مدة الغيبوبة بتاعتها. أيضا عندنا سؤال تاني، هو عملية حقن الحيوانات المنوية عبر عنق الرحم مباشرة داخل الرحم المرأة لتسهيل الإخصاب. لو أنا جيت قلت لك أحد القضايا البيولوجية أو يسمى بإيه؟ مفهوم إيه؟ مفهوم إيه اللي أنا بتكلم عليه ده؟ هو احد القضايا او الثوره البيولوجيه اللي احنا درسناها ويشير الى مفهوم، هو عمليه حقن الحيوانات المنويه عبر عنق الرحم مباشره داخل رحم المراه لتسهيل الاخصاب. يبقى هل هو اخصاب خارج الرحم؟ احنا اتفقنا الاخصاب خارج الرحم ايه؟ حيوان منوي بيضه خارجيه بيتم تخصيبهم في انبوبه. طب بنوك المن؟ بنوك المن قلنا مؤسسه بنخزن فيها الحيوانات المنويه الخاصه بالذكور. طب بنوك الاجنه؟ قلنا مؤسسة بيتم فيها الاحتفاظ بالبويضة ملقحة. يا جماعة خلي بالك معايا، بويضة ملقحة يعني تم تخصيبها بحيوان منوي،
تمام، ركز معايا وافهم كويس او الدرس ده من الحاجات الحيوية اللي موجودة ولكن بداخله مشاكل واشكاليات اخلاقية وقضايا اخلاقية. التلقيح الصناعي، قلت لك التلقيح الصناعي وجود طرف ثالث متبرع، بيتم وضع الحيوان المنوي داخل عنق الرحم، لان ده التلقيح الصناعي ده اخصاب داخلي وليس خارجي، ولكن من مجهول الحيوان. حقن الحيوانات المنوية مين؟ المجهولة، عبر عنق الرحم مباشرة داخل رحم المرأة لتسهيل الإخصاب. يبقى بالتالي هنا تمام التلقيح الصناعي، يبقى حقن الحيوانات المنوية عبر عنق الرحم مباشرة لرحم المرأة لتسهيل عملية الإخصاب، وبالتالي هذه الحيوانات المنوية ما نعرفش من هويتها، وبالتالي ده اسمه التلقيح الاصطناعي. هو نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف. نستخلص إحدى القضايا أو العبارة، القضايا الفلسفية الناجمة عن التقدم في مجال الطب أو مفهوم إيه، يشير إلى مفهوم إيه في إحدى القضايا الفلسفية اللي إحنا درسناها في مجال الطب. تمام، نقل عضو سليم من أو منسجة من متبرع لمستقبل، يبقى هنا عندنا زراعة الأعضاء. يلجأ إليها الزوجين بسبب مشكلة تواجه الأم وتحول بينها وبين الإنجاب، لذلك تلجأ المرأة التي لا تستطيع حمل الجنين بالاستعانة بأم بديلة، ركز بقى معايا، لحمل الطفل مقابل مكاسب مادية. يمثل ذلك إحدى قضايا الثورة البيولوجية. ها ركز معايا، إحنا قلنا عندنا أم بديلة، أم بديلة قلت لك إيه؟ تمام برافو، استئجار الأرحام. يبقى إحنا خدنا التلقيح الصناعي، عرفنا إيه هو بنوك المن، عرفنا بنوك الأجنة، استئجار الأرحام وهي الأم البديلة. معايا؟ الثورة البيولوجية مستقبل جديد من الحوادث الغير مألوفة لإثارة الجدل في الطب. دلل بمثال من عندك على إحدى القضايا الثورة البيولوجية في مجال الطب. أنا عايزك تبحث، عايزك تدور، تكتب كده وتدور على الثورة البيولوجية في مجال الطب وإيه المشاكل الأخلاقية اللي ممكن تثار مش موجودة معاك في المنهج أو ما درستهاش. ركز كده معايا، عندنا قضية إجهاض الأجنين. طبعاً إجهاض الجنين في حالة إصابته بمرض وراثي، ركز بقى معايا، التخلص من عنده مرض منغولي او مرض او مجوه، بيتم اجهاض هذا الجنين. طبعا احنا عندنا اجهاض هذا الجنين هيتم ايه من خلال، ركز معايا، عندنا مشكله تانية ان احنا نعمل عليه ابحاث. يبقى احنا هنا قدسيه الحياه وقيمه الحياه، اجهاض الجنين بدفع انتقاء جسد جنس الجنين. احنا عندنا بنت واحنا مش عايزين البنت دي، احنا هنتم اجهاضها، مش عايزين، احنا مش عايزين بنات. قال لي اجهاض الجنين لاستخدامه في الابحاث بقى الطبيه. ازاي يا مس؟ قال لك احنا ممكن ناخد واحده ونقنعها هي محتاجه المبلغ من المال، ويتم حقنها بحيوان منوي، والجنين ده اول ما يوصل عمره 14 يوم في الرحم عندها بيتم اسقاط هذا الجنين واخذه لاجراء التجارب عليه. يعني هنا استغلال المراه واجهاض الجنين ده، وبالتالي دفع مبلغ من المال. شايفين الدنيا وصلت لغايه ايه؟ أو المشاكل الأخلاقية اللي بنتكلم فيها، على الرغم من أن الأخلاق البيولوجية أو على الرغم من أن الطب والتقدم الطبي والتكنولوجي، ولكن على الرغم من هو خفف آلام مرضى وعالج مرضى وعالج أنواع من المرض ووقاية، ولكنه أثار مشاكل أخلاقية يستهان لها أو يستهان بها الإنسان وكرامة الإنسان وحقه في الحياة. هنا أعزائي الطلبة، إحنا النهاردة انتهينا من جزء مهم جدا وهو الثورة البيولوجية والمناقشات والقضايا والإشكاليات الأخلاقية المتعلقة بهذه الثورة البيولوجية. كان معكم النهاردة أستاذ شيرين ويليام فخري، موجه بالتربية والتعليم. أتمنى لكم التميز والتفوق، وأتمنى إن إحنا نكون فرقنا بين العناصر الأخرى الموجودة، والرجاء البحث وأمثلة عن هذه الحالات الموجودة. هتبحث وهتلاقي حالات كتيرة جدا موجودة في واقعنا وحياتنا. شكرا لكم، وانتظروني في الحلقة القادمة لنستكمل مع بعضنا رحلة الأخلاق البيضاء.